مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا. حققت المرأة المصرية يعني أحلامها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور من 8 سنوات، يعني حصلت المرأة على 165 مقعد بمجلس النواب و20 مقعد بمجلس الشيوخ، وطبعاً كان في اهتمام خاص بالمرأة المعيلة. مزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس. صباح الخير يا دكتور. أهلاً، صباح الخير، تحياتنا لحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. يعني أنا هبدأ مع حضرتك طبعا ونتكلم عن أهم المكاسب اللي حصلت عليها المرأة المصرية في التمكين السياسي والاقتصادي أيضا. طبعا هو في خلال السنوات، يعني الثمان سنوات الأخيرة، نعم، يعني كان في مكاسب كتيرة جدا حققتها المرأة المصرية زي ما حضرتك قلتي في مجالات التمكين جميعا، يعني سواء كان تمكين سياسي او اقتصادي او اجتماعي وقانوني. نعم. طبعا يمكن لو ركزنا او بصينا على التمكين السياسي، طبعا اكبر نسبه تمثيل للمراه في البرلمان المصري يعني كانت خلال هذه السنوات، يعني تقريبا النسبه بلغت اكثر من 25% في المجلس النواب. كمان لو بصينا في مجال طبعا الوزارات هنلاقي ان اكبر نسبه للتمثيل الوزاري للمراه خلال هذه السنوات، يعني عندنا دلوقتي تقريبا اكثر من حوالي 8 وزارات بترأسها وزيرات. صحيح. في مجالات بقى يعني المراه وجودها في كثير من المجالات، مثلا سواء كان مواقعها في المواقع التنفيذية، وصول المرأة إلى يعني جهات أو إلى مستوى اتخاذ القرار زي مدير عام ووكيل وزارة، هتلاقي نسب المرأة في هذه المجال نسب متزايدة، مش على المستوى القومي فقط، لكن هتلاقيها حتى داخل المحافظات في المحليات، هتلاقي كثير من السيدات وصلوا إلى درجات عليا في المواقع الإدارية. نعم. وجود المرأة كمحافظ، ودي طبعا حاجة ما حصلتش قبل كده، وجود المرأة أيضا كسكرتير عام ونائب محافظ وما إلى ذلك، نسب طبعا متزايدة في هذا المجال. ده في المجال اللي هو المجال الحكومي، يعني السياسي، العمل في الحكومة. نعم. برضو تمثيل المرأة كمستشار أمن قومي للسيد الرئيس، هنجد أن لأول مرة أن المرأة يعني تكون لها مكانة أو موقع في مجال التمثيل على المستوى الأمن القومي، بالإضافة إلى التمثيل الدولي للمرأة سواء كان في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأفريقي. في وجود سيدات لهن يعني مواقع رائدة في هذا المجال. صحيح. فوجود المرأة بصراحة خلال هذه السنوات في هذه المجالات أعطى صورة كبيرة جدا أن المرأة قادرة على التواجد في مجالات صنع القرار، في نفس الوقت أن المرأة أصبحت يعني ذات دور رائد في هذه في مجالات عدة. نعم. ودي بيرجع إلى سبب ذلك، إلى دعم السيد الرئيس. لولا الدعم السياسي واتخاذ القرارات المدعمة لتواجد المرأة في هذه المواقع، لم نكن نحلم بمثل هذه يعني النسب في سنوات سابقة. نعم، حقيقة. طيب دكتور سهام، يعني خلينا نروح للمجلس، المجلس القومي للمرأة. يعني احنا عارفين ان المجلس القومي للمرأة ليه 27 فرع على جميع محافظات المحافظات او على مستوى المحافظات. نتكلم مع حضرتك طبعا عن الدور اللي بيقوم به المجلس ايضا في يعني التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة. طبعا المجلس قام المرأة ولأول مرة طبعا وضع الاستراتيجية بتاعته الخاصة بتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية مصر 2030، وبتعتمد على أربع محاور هامة، هو التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والقانوني. نعم. ومحور الحماية. الأربع محاور دي
اعتمدها المجلس القومي للمرأة من خلال طبعا خطة مصر الخاصة بالتنمية، وتم الموافقة عليها، فأصبحت هي يعني الاستراتيجية الواضحة لتمكين المرأة داخل المحافظات. وزي ما حضرتك أشرتي، إحنا عندنا في المحافظات 27 محافظة، فكل محافظة لها فرع في المجلس. هذه الفروع بتقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللي خاصة بمجالات التمكين المختلفة. طبعا الاهتمام بالتمكين السياسي زي ما أشرت لحضرتك، كمان الاهتمام بالتمكين الاقتصادي كأحد الآليات الهامة لتمكين المرأة ودعم المرأة في مجالات العمل الاقتصادي، سواء كان مشروعات صغيرة، سواء كان تدريب، سواء كان مجالات التحول الرقمي. دلوقتي أصبح البرامج دي كلها منتشرة في كل المحافظات، أصبح الاهتمام بالتحديث وآليات التمكين الجديدة طبعا مهتم بها المجلس القومي للمرأة، سواء كان من خلال التدريب أو من خلال دعم المرأة أو من خلال فتح مجالات للمرأة في مجالات المشروعات الصغيرة، مجالات التسويق، مجالات الشمول المالي. أيضا حتى وصلنا إلى يعني الريف، وإزاي المرأة تستطيع أن يكون لها حساب بنكي، أن يكون لها فيزا كارت، أن يكون لها يعني من خلال طبعا برامج الإقراض والتمويل، وإزاي تتعامل مع البنوك بحيث أن احنا أو المرأة تستطيع أن يكون لها دخل خاص بيها، وأن يكون لها حساب بنكي خاص بيها، أن يكون لها محفظة تستطيع أن هي من خلالها تكون هي أحد الآليات اللي ممكن تبقى مجال لإقامة مشروع صغير، تحقيق دخل كريم لها. ده بالإضافة طبعا إلى اهتمام بالفئات الأكثر يعني ضعفا أو الأقل في مجال الاقتصاد، زي تمكين المرأة المعيلة وتحويلها من حالة الإعالة إلى حالة الإنتاج من خلال طبعا التدريب وتنمية المهارات، وفي نفس الوقت إزاي نوجهها إلى أن يكون لها دخل كريم، زي سواء كان مثلا مشروعات صغيرة، سواء في مجالات بقى العمل والاندراج في مجالات سواء كان عمل الشركات والمؤسسات أو العمل العام. حقيقي مجهود كبير بيقوم به المجلس القومي للمرأة. أنا حابة يعني وعلى كل المستويات وفي كل القرى، يعني وصلنا إلى القرى، إلى أعماق الريف، إلى المناطق الصحراوية، بحيث إن إحنا فعلا استطعنا إن إحنا يعني نغطي مظلة خدمة المرأة في مجالات التمكين المختلفة. نعم. طيب قبل ما أختم مع حضرتك يا دكتور، خلينا ناخد فكرة من حضرتك عن مبادرة طرق الأبواب ونتكلم كمان عن أهميتها. طبعا مبادرة طرق الأبواب دي أحد المبادرات اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة من عدة سنوات، وعملنا عدة مراحل لطرق الأبواب. كانت الفكرة في هذا المجال إن إحنا إزاي نصل إلى الناس في المناطق، في الأحياء، في القرى. فكانت فكرة إنه مجموعات من النساء، سواء كان من فروع المجلس أو من الرائدات المجلس، بالتعاون مع طبعا الرائدات الريفيات والرائدات الصحيات، بحيث ان احنا ازاي هذه يعني المجموعات تصل الى الناس في بيوتها وتوصل لهم رسالة من اجل طبعا التثقيف والتمكين والتوعية. طبعا برامج كثيرة يعني او مشروعات كثيرة تبنتها طبعا مرحلة او مبادرة طرق الأبواب، لان احنا نفذنا كثير من المبادرات تحت هذه المظلة، كان الهدف منها التدريب وتوعية، وما زالت طبعا مستمرة. كل مرحلة بتتخذ شعار، في نفس الوقت بتتبنى قضية زي قضية
التمكين الاقتصادي، قضية التوعية، حماية المرأة من كافة أشكال العنف، التوعية بصحة المرأة، التوعية بخطورة الزواج المبكر، طبعا خطر حرمان المرأة من التعليم والتسرب من التعليم، فتن الإناث، بالإضافة إلى طبعا تثقيف الأسرة. يعني كانت ترك الأبواب فكرتها إن أنا بصل مش للمرأة فقط، لا للأسرة بأكملها، يعني الزوج والزوجة والأبناء وحتى قد يكون الجيران، بحيث أن توصل الرسالة تبقى رسالة عامة إلى هذه المجموعات داخل البيوت، وفي نفس الوقت تحصل عملية الإقناع المباشر من خلال طبعا يعني آلية الاتصال المباشر مع المجتمع أو مع الناس، بتكون لها يعني قدرة كبيرة على عملية الإقناع، وأن الناس تسأل وتجد الإجابة وتجد المجال الواسع، لأن هي يبقى فيه نقاش في كثير من القضايا، يعني قضية مثلا السكان، قضية تنمية الأسرة، البرامج الخاصة بكل مناحي الحياة، حتى وصلنا إلى أن المناطق دي كان لها قضايا محلية زي قضايا في المياه، قضية مثلا مشاكل في انقطاع الكهرباء، انقطاع مياه، عدم مثلا وجود بنية تحتية في الأماكن دي، وبالتالي كانت بتوصل الرسالة إلى المسؤول، بتنقل من خلال مجموعات طرق الأبواب إلى المسؤول في المناطق، سواء كان في في طبعا الإدارة المحلية أو المحافظين، وبالتالي بيتم حل هذه المشاكل مباشرة، وده أدى إلى بناء ثقة بين المجلس القومي للمرأة وبين المجتمع المحلي. حقيقي مجهود أكتر من رائع فعلا بيقوم به المجلس القومي للمرأة. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور.